قبل ما نبدأ الفيديو يا أصدقائي، لا تنسوا تعملوا لي محبتكم، تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، وتعالوا نبدأ الفيديو. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا بكون بخير، طمني عليكم، شو عاملين؟ اليوم رح نلعب مع بعض لعبة اسمها Old Market Simulator، يعني لعبة المحل القديم أو الماركت القديم أو السوق القديم. هاي اللعبة ديمو نزلتها عشان أشوف إذا رح تعجبكم، رح تحبوها أو لا، وإذا عجبتكم وحبيتوها حابين نكمل اللعبة احكوا لي عشان أشتريها ونكمل اللعبة مع بعض. عم بستكشف المكان عبارة عن هيك قرية صغيرة أو مكان صغير فيه بس بعض الأماكن. أنا عم بتفرج على هدول الستاندز إنه في عنا اللامبر جاك، ديكوريشن ستور، وأماكن نقدر إنه نروح نلبي احتياجاتنا من خلالها. مثل اللامبر جاك هون في عنا اللي هو النجار، نقدر نشتري من عنده وود ستاندز للمحل تبعنا. نحن رح يكون في عنا محل، لسه ما بعرف شو رح نشتري، شو رح نبيع، كيف رح نشتري، كيف رح نبيع. وفي معانا 5000، كنت احكي لكم سيمونيونز لانه متعودين على السيمونيونز تبعون سيمز، بس لا، معنا 5000 دولار دينار لكم يا كوين. اشتريت هذا الرف وانا فكرت المحل طابقين، طلع لا المحل بس طابق واحد، وهناك في مكان تاني مش عارفة ايش هو لسه. راح احط هدول الرفوف اللي اشتريناهم، حلوين كيوت بس عتمة كتير، يعني بدنا شبحين هون يحكوا لنا عو هيك. نرجع نتمشى نشوف ايش في شغلات. ممكن اشتري رفين عشان اذا عنا يعني حابين نعمل ديكورات اكتر، حابين يكون عنا بضاعة اكتر، حسب سياق اللعبة كيف رح يسمح نمشي في اللعبة. فوق في عنا طلبات طالبها منا، بحكي لنا order goods from the dock، يعني بدينا نطلب بضاعة من الدك. خلينا نروح على الدك ونشوف ايش البضاعة اللي بده اياها، بس يعني مش عارفة حلوة هيك من يسار ولا مش تمام. خلت انه الكاونتر بالنص محل ما بيحاسب الكاشير، ويمينه يسار البضاعة عشان نلبي احتياجات الزباين بسرعة، انا هيك افترضت مش عارف. حلو المكان، فيه بحر. اوه لوفي، الكاركتر تبعنا بيشبه لوفي. يا لوفي يا لوفي، ايش هذا المكان؟ هون بنشتري من هذا العمو اشياء عشان الزراعة، وهون المزرعة. حلو، يعني نقدر لقدام نصير نزرع احنا ونبيع الاشياء اللي بنزرعها. حاسة حليب شوي، بلعب هارفست مون اذا بتعرفوها، انا كتير كنت احبها وانا صغيرة. هلا رح نروح على الدوك نشوف ايش في هناك، شو ممكن نشتري. منظر البحر بجنن. هاي سفينة قراصنة ولا شو هذا؟ كمان في قرش معلق حزين، شكله مشاغب فعلقوه عشان بياكل الناس. مرحبا. اها نقدر نشتري خبز، بيض، جزر، وبطاطا. حلو، مكونات لحساء فاخر بس بدون البيض. بيض مستحيل اتقبل وجوده في شوربات وهي الشغلات، يعني اكثر اشي يكون اومليت مثلا، او يصنعوا منه كيك، هم حرين. طيب، يعني اهل البلدة الصغيرة هاي اكيد عايشين على الخبز والحساء، الحساء او الشوربة. طلبنا الطلب، وهلا بحكي لنا go to sleep. هو هون، يعني احنا عندنا بيت. حلو الفيو، حلوة المدينة، صح صغيرة بس حلوة. هاد بيتنا، كيف نفتح الباب ولا هو مفتوح؟ بس هذا بيتنا، دخلت انت من اهله. خصموا منا اجار ومينتننس وتاكسز، بعدنا بنقول يا هادي. طيب صباح الخير. اوه المدينة حلوة، وهي هيك فيها شوية اضاءة. شو رح نعمل هلا؟ روح المزرعة، احلى القمر فوق. حلوة اللعبة بالرغم من انه يعني الجرافيكس هيك كرتونش شوي، بس حلوة. خلينا نروح عنده بس بطريقة جديدة، في تلفريك خلينا نستعمله، خلينا نجرب كل الطرق. ايش هدول على الارض؟ هدول الاغراض اللي طلبناهم منه. والله هيك بتعاملوا الزباين، انتو بترموا لهم الاغراض على الارض ودبروا حالكم، ما في دليفري ما في شي. خلينا ارميها، بس انا خايفة ارميها في البحر فبدي ارميها شوي شوي. انا هاي تبعت الجسر مش اشي انا طلبته. يا سلام، بدنا ناخدهم واحدة واحدة، يا فرحتي.
اختصرت عليكم الوقت عشان ما تملوا انا رايحة جاي رايحة جاي 100,000 مرة. وخلينا نروح على الدكان هلا 100,000 مرة كمان، رايحين جايين رايحين جايين، رح ننحف 700 كيلو، احنا رايحين جايين نودي صناديق والاغراض استلمناهم. فاعتقد رح نفتح الدكانة تبعتنا او المحل تبعنا ان شاء الله هيك بعد بكرة، يعني على الاغلب على حسب راحتنا وجيتنا كم مرة رح نروح نيجي. يلا. اوكي المشكلة فيه مش فيهم. خلصت صفيت الاغراض على الرفوف، حطيت البيض والخبز والجزر والبطاطا، وبحكي لنا انه نغير سعر اشي منهم، هم معطيني الماكسيموم. مش عارفة، حرام ليش اغلي على الناس الاسعار، هي اوريدي غالية. رح اجاهلهم شوي اشوف الناس رح تحب محلي ولا لا، بعدين بفكر في الموضوع. يعني حاسة انه الرفين مش حلو يكونوا بعاد عن بعض، ممكن اخليهم التنين هيك جنب بعض و جنبيهم الكاونتر او الكاش، بس حاليا هاد لانه فاضي خليه هيك على الزاوية. اهلا وسهلا، نورتوا المحل، كيف حالكم اليوم؟ صح، دكانتنا فتحة جديد هنا في المدينة، تفضلوا تفرجوا ايش في عنا. يعني صح ما عنا اشياء فيها رفاهية، بس عنا الاساسيات لكل بيت، ممكن انه يعني تعملوا شوربة، تعملوا بطاطا مشوية بالفرن، صينية خضار بالفرن، مش عارفة، كيكة، كيكة الجزر. الناس عم تشتري ومبسوطة، انا رح ازيد، يعني رح انقص، ما رح ازيد، حرام حرام والله الاسعار غالية عليهم. خلي تشتروا حبة بطاطا واحدة ب18 مثلا، ان شاء الله ما نوصل لأيام زي هاي، يعني هي الحياة صارت اوريدي صعبة، فما بتمنى تصير صعبة اكتر. هاي واقفة هيك صافنة، هدول توائم، اهلا توأمان، توأمتو بنانا البجامة، وهي كمان توأم، هاي كمان بنانا البجامة، منورين منورين بنانا البجامة، بنانا وان بنانا تو، مين كان يحضره وهو صغير؟ انا كتير كنت احب الكرتون هذا، كنت دايما احضره قبل ما انام، وكان عندي اياهم العاب، كنت اكون احضر الكرتون والالعاب حطيتهم جنبي يحضروا معي، اساس انه انا اول طفل في العيلة، فما كان لسه في عندي اخوان او اخوات يكونوا معي يتسلوا معي نحكي مع بعض وهيك، فكنت احكي مع العابي. كتير عتمة يا حرام، كيف عم بتشوفوا البضاعة؟ المفروض اني اسكر الدكان صح؟ النمر شفتوهم كيف بضبوا؟ اللائحة تبعت الاسعار؟ خليني اروح اشتري ضو، اعتقد هون كان في محل ديكوريشن قرأت على العمود. هاي مين؟ لا مش هذا، بحكينا نشوف الكالندر، يلا هي هالطريقنا اصلا في ايستر، هاي محل ديكوريشن. الحلو للمدينة ما بتتوه، يعني حتى لو بدكم اشي ومش عارفين تلاقوه بتلاقوه غصبا عنكم. 500 400، مش عارفة الاشياء مش حلوين اصلا. خليني اشتري هاي اللي بنص الغرفة بتكون عشان تطوي المحل كله، اسهل اشي الشراء، يعني ما بحكي لك يس نو انك متأكد ولا زحلق اصبعك بالغلط، لا زحلق اصبعك، ما زحلق اصبعك انت حر تحمل نتيجة الزحلقة. اخذت الضوء وانخصموا فلوس، خلينا نحط الضوء بنص المكان اشوف اضوي، يعني مش تمام كتير بس يعني بقضي الغرض، على الاقل صرت اشوف شوي. بس احلى اشي عن جد عجبني الاسعار كيف هيك ضويين كرياتيف. خلينا نحطهم لهدول الاثنين الرفوف جنب بعض عشان في المستقبل لما الدكانة تصير، ليش بحكي عنها دكانة، المحل تبعنا بس يصير هيك أكبر وأحلى يكون كل شيء قريب من بعضه. هذا فاضي، بحكي لنا إنه في تراش، فاير بيت، نرمي الصناديق في النار. هي المدينة عايشة على إعادة التدوير، يعني الإضاءات اللي في المدينة هاي مصدرها الأخشاب تبعت الريسايكلينج. حلو والله، فكرة حلوة، عم بيعملوا اكتفاء ذاتي لنفسهم. رحت اشتريت بضاعة ورحت
رحت كمان عند الأركيتكت زميلي. كيف حالك؟ اشتريت مزرعة وهلأ بدي أروح أزرع في المزرعة أكلات عشان يمكن نقدر نبيعها عنا في المحل، مش أكلات، خضروات يعني، كده مش رح أزرع كيكة. خلينا أول إشي، والله زي هالبسموني، الله اشتقت لها كتير لهاي اللعبة، زمان ما لعبتها من أيام بلاي ستيشن 2. بس ليش يعني اللي بتحفر هيك بتخلص مدتها أو بتخرب بتنكسر؟ أنا ما عمره مرق علي حتى بالحياة الحقيقية إشي زي هيك. ما علينا، إيش نزرع؟ لتس خس، 10 قروش خس. خلينا نشوف كم خس بنقدر نزرع بهذا الشوال، مع إنه هذا الشوال بزرع لكم 20 مزرعة في الحقيقة، طلعوا ما أكبروا يعني. سبحان الله، على قد الحفرات اللي كفوا عندي، كأنه الحفارة والشوال متفقين مع بعض. لازم نشتري هاي اللي بتسقي زريعة، وعندنا هون بير. اوكي، حلو انه كل شيء قريب من بعضه، مش مشكلة يعني. عم طلبوني خطوتين خطوتين، بس الحركة بركة. هينا رايحين جايين، بس الريتنج عندي كتير منيح، عندي 99، وهذا اول يوم لسه الي في الدكانة، او يا الله من الدكان، المحل اللي عندي راتبه صار 99 من اول يوم. لازم احافظ على محبة الناس لإيدي عشان اقدر اخليهم يضلوا عندهم ثقة فيي، ولازم اضلني مخليتهم مبسوطين عشان دائما يشتروا من عندي. طيب لوفي خلص المتطلبات اللي عليه، واخر اشي لازم يعملوه ياخد تصريح في بيع الاشياء اللي زرعهم. فانا بدي اشوف ايش الاشي اللي زرعنا. احنا زرعنا خس 480، حلو. وخلينا نروح ننام، خلينا نروح ننام ونصحى تاني يوم نشوف ايش رح نعمل. طبعا الحمد لله احنا طفرانين، ولكن عندنا شوية اكلات في المحل وطلبنا اكلات، رحنا ناخذهم للاكلات اللي طلبناهم. جبنا مثل العادة الاشياء المسموح لنا انه نشتريها، جزر، بطاطا، بيض، شو كمان مسموح لنا نشتري، خبز. هاي الناس عم تشتري. اهلا وسهلا، صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ كيف شغلكم يا شباب؟ اموركم تمام؟ والله هو منهمك بدور ببحث، شكله هذا قرصان ولا قبطان سفينة ولا باحث علمي ولا مش عارفة مين هذا. هاي الخالته عندها اطفال بدها تعمل لهم شوربة بالليل وتحكي لهم قصة. عن جد بيشبهوا هيك الكرتونات تبعون زمان، الكاركترز هون ايام هايدي وهدول، ما بعرف اذا بتعرفوهم. بده ابل، والله لسه ما عندنا ابل يعني، مش مفتوح لنا مجال انه نبيع ابل، بس لما يسمحوا لنا رح اجيب لكم ابل. حاضر. شغلت، صار ريتنج عندنا 100، وعندنا صناديق فاضيين فرح ارميهم هون على الزاوية واجمعهم مرة واحدة واخذهم الصناديق عشان نشعل النيران لنتدفأ ونرى النور. طيب انا عارفة انكم بتعانوا في الرؤية فسامحوني. نعم، مش لازم تلاقي هاي دكانة يا حبيبي، دكانة مش بار. عيب عليك، استحاوجها. احلى اشي انهم بيطلعوا هيك عن بعد زي كأنهم في شمس، احنا يا دوب شايفين بعض. حط ايدك على عينك كمان، انا هيك بكون شكلي فعليا بالشمس. خليني اروح اشوف اذا بقدر اشتري اضاءة مرة تانية، بس مش بنص المكان يعني، ما بدي اياها تبعت سقف، بدي اياها تبعت حيطان. رح اخذ هاي، ليش؟ لانه عن جد عتمة، وهم بدخلوا على المحل زي اللي بيحكوا لك مين فتح علبة شمس بعيني، وهو ما في علبة شمس اصلا، فلعل وعسى يبطلوا يحطوا ايدهم على عينهم. بعدني بحكي لسه على الباب الزلمة. اشوف رح تبطلوا تحطوا ايدكم على عينكم هلا. اسفة خليتكم تستنوا، بس والله كنت رايحة اجيب ضوء عشان تشوفوا اشوفكم من عند الكوينز يعني. اهلا وسهلا، نورتوا المحل، شكرا على ثقتكم، شكرا
شكرا والله عم بشتغلوا كتير الحمد لله الحمد لله ومبسوطين يعني ما حدا زعلان لهلا بس واحد اللي تدمر وبده اشي مستحيل اشتري له اياه هو حر يدبر حاله عدا عن هيك كل شي تمام عم بشيك على البضاعة عنا ما في صناديق فاضية ما في شي خربان كل شي اموره تمام طفيت الضواء عشان يعرفوا انه خلص المحل تقفل ومعي فلوس رح اشتري سجادة رح اشتري لهم سجادة عشان هيك لما يوقفوا يدفعوا فلوس وهيك يكونوا واقفين على اشي طري ينبسطوا يعني ندلع الناس اللي بيجوا يشتروا من عنا لانه عم بيعطونا ريتنج منيح فكل ما هم يدللونا احنا مندللهم الحياة هيك اخذوا عطا اخذوا عطا قد ما بتاخذ بتعطي فخلينا نحط لهم هاي السجادة هون هاي كرتونة هو اشتراها بكرتونة وبعدين فك الكرتونة وبعدين اوكي واشترينا كمان ضو يلا عيشوا عشان ما تحكوا عني ان انا مقصرة معاكم باشي وخليني اروح اعتني في المزرعة تبعتي بالخس الخس اللذيذ ممكن هيك بنصير يعملوا سلطة مثلا صار عندهم مكونات سلطة خس وجزر ولو في ليمون لانه اشترينا تصريح انه نبيع الخس صار يعطونا اوبشنز اكتر صار في عنا بندارة ودرة وقمح هيك صار يقدروا هم يصنعوا خبزهم لحالهم حلو انا طبعا معيش فلوس وبالتالي فانه اذا اخذت 3 انذارات لورا بعض لانه ما معي فلوس دايما بالسالب ما بعرف شو رح يصير مش مهم فالمهم مش مشكلة يعني رح يجينا فلوس في دبان ليش في دبان روتن معفن يا عندي خبز معفن ايو يكي روح زبالة طيب اهلا وسهلا سامحيني لانك شفتي هذا المنظر بس والله انا بهتم بالمكان يعني خبى صناديق بهتم بالمكان كثير ما بخلي صناديق خرباني هون وهون بس كنت رايحة اجيب اكلات جديدة بندورة هيكم لقيتوا بندورة تاكلوها اليوم صار عندكم جزر وخس وبندورة يعني سلطة اوكي بدكم ليمون انا عارفة بس لسه ما في ليمون خليني اروح اشيل الزبالة اللي بالمحل عشان ما يزعلوا الناس لانه انا كمان لو دخلت على محل ولقيته هيك مو مهتم وفيه دبان وهذا ما رح ارجع عليه نورتوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا خلاص اروح اكب الزبالة اللي عندنا يلا خلنا نحرقهم نزل الريتنج ليش ما لاقي كاروت خلصت اخذت كل الجزرات اللي بالعلبة بتقولي مش لاقي كاروت اتق الله يا شيخ اخذت كل الجزرات بقولك مو لاقي كاروت مين اللي اخذ الكاروت لكان مين الجني لو نزل الريتنج كمان حسبي الله ونعم الوكيل بس خلينا اسكر المحل خلصوا على البضاعة كلها ما ضل عنا ولا اشي تفضلوا تفضلوا ايه اخذت بندورة هي بندورة واخذت بندورة اوكي خلينا نروح نشتري اغراض لانه محلنا فاضي ومش عارفة تاني يوم ما معنا فيه فلوس ممتاز ممتاز احنا في اتجاه الافلاس الكالندر صح حكينا انه في ايستر الزينة حلوة بغض النظر انه الشغلات هاي مش لنا وهاي القصص بس انا بحب الارانب فاشكال الارانب كيوت والزينة حلوة معلش ارتبكت بقدر ارفع الاسعار بقدر ارفع الاسعار لانه هم بيستعملوا بعض الاشياء في هذا اليوم يعني اعتقد الجزر والبيض والخبز قرأت بالكالندر اعتقد صح؟ حلو هيك هذا اليوم يعني احنا بنقدر نربح فلوس كتير طب ما بنقدر نشتري احنا كمان قدنا بنزين المكان عندنا معقول؟ مش عارفة اذا بنقدر احنا كمان نزين عندنا ولا بس المدينة بتزين واحنا ممنوع مش لاقية خبز بسم الله هلا كان في مليان عندنا والله انا اسفه اشتريت خبز بس هم خلصوه هم مفجعوا خبز ايش هاي كمان برضو خبز
كله بيدور على الخبز. الله يسامحكم، خلصتوا الخبزات؟ كان كل واحد أخذ خبز طيب، خلوا لغيركم، خربتوا عليهم احتفالاتهم اليوم. خلص خلص فهمت، كل حدا بده خبز، ما عنا شو أعمل، بس أعطوني حل يعني. حرام، هاي اشترت بس بندورة، وهاي بندورة وجزر، ما لاقي الجزر، خلص الجزر. انتي انا نفسي افهم كيف بيحكوا انا مش لاقي جزر وهو بكون بيجي بحاسب على جزرة، يعني حتى لو معك وحدة بس يعني لقيت، ما تحكي ما لقيت، لا تكذب. رحت اشتريت بضاعة ورح اعتني في مزرعتي، خلص اوه بقدر انه خلص احصده. واو كم صندوق، اوه صناديق لا نهائية. هلا عندي رحلة روحة جاية، روحة جاية، روحة جاية، اودي الخاص على الدكانة، على المحل، على الماركت. طيب خليني ارتبهم على الرفوف واشوف اذا رح يوسعوا الرفوف لكل هذا الخس ولا لا. هذول لحالهم ما شاء الله اكتر من الاوردرز اللي انا بطلبها بالعادة. خليني اروح انام بعد ما رتبت الرفوف، وان شاء الله انه هي ثالث يوم واحنا مطفرين، يعني شوي البنك رح يجي يقولنا خلص ما فيش محل، رح ناخد المحل. خليني رحت جبت البضاعة ورحت صفطتها وفتحت المحل وعم بتفرج عليهم. اوه والله اشتروا، حلو حلو كتير حلو، ممتاز، معبيين صناديق وكل شي تمام. ما بدي اقرأ اصلا شو حكى لك. بطاطا، شفتوا الخس ما اغلى 58. طيب ما في ولا واحد فيكم هيك بعد ما يشتري مكون مش لاقي كاروت؟ انتوا خلصتوا، انتوا خلصتوا، مش مشكلتي والله، مش مشكلتي، انا كنت شارية وكان علي قرض كمان بسبب اني اشتريت بضاعة. كنت احكي ما في حدا منهم هيك كيوت حباب يشفع علي يجيب لي صحن سلطة يضيفني اي اشي، يعني انتوا بتروحوا بدوروا على الاشي مش موجود تقولي انا مش لاقي كذا، عن جد انكم مستفزين. بدي اروح ازرع كمان، بس هالمرة بدي ازرع اشي تاني على الاغلب، ما بعرف حسب الفلوس اللي معي، معي 3098 كوين، فبدي اشوف ايش بجيبولي. خس، بطاطا، هذا بالصيف طيب ثلاث ذرة، بركي الذرة كمان كانت غالية هيك وجبت لي فلوس، يعني اليوم كل شي كان ما في ما في ما في، بس اللي جاب لي الفلوس بصراحة هو الخس. نسقيهم للدريات صحتين، اه لازم نسقي الخسات كمان صح؟ لا ما بدي اسقيهم، تصبحوا على خير. ولهون بكون خلص فيديو اليوم يا اصدقائي، اذا بكونوا حبيتوه وتكونوا انبسطتوا، اذا في عندكم افكار اقتراحات او شغلات جديدة حابة نجربها مع بعض اكتبوا لي اياها. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، الى اللقاء يا اصدقائي. ها قد مضى في سلام يوم كباقي الايام.